عايز بما انهم استقبلونا في الجزائر وفرحوا بينا زي ما بنقول احنا وما سووا معنا الا كل خير، فجبنا لهم هاي الحلويات التونسية. بدي افرجيكم بس حلوياتنا كيف بتكون. اوكي، هاي بنسميها احنا حلو اللوز، وهاد كمان اللي عنا هون البقلاوة، جزء من البقلاوة، والبقية حلو لوز. ان شاء الله بس تعجبهم هديتنا، ويلا فردوس نروح. قولي صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير جايز، احنا هلا نازلين تحت راح نفطر نلتقي بالجماعة ونشوف البروجرام تبعنا. هل احنا راح نروح لوسط المدينة؟ على الاغلب انه راح نروح على وسط المدينة والجماعة هم اللي راح ياخذونا، لانه اكيد احنا ما بنعرف ولا شيء، وكمان لازم ناخذ شريحة موبايل ونحول كورنسي اكسشينج. يس بس ان شاء الله قلبك عني ما يتخلى، ما تقليلي ما اشتقتيلي، انا ما صدقت رجعتيلي. الله احساسك. الله 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 احساسك. قديش يفجع الاسانسور هذا. صباح الخير. صباح الخير بابا. لاباس لاباس جاي. شوفوا اللباس التقليدي، لباس التقليدي القبيلي كثير حلو. احنا هون في الباص راح نروح حضنا كلياتنا لوسط انواع التمور اللي موجوده في الجزائر. انا هذا احنا نقولوا له كنتيجي. اي هاني سوال حمرا الحصر خارج من الدقله بعد من هذه بعد خارج من هنا بعد من هنا بعد خارج من هنا هذه 100 الدقله. حتى احنا الدقله هكاك وهذه كل خارجين من الدقله. اوكي انواع من الدقله معناها. هاي هي جايز المنتوجات اللي تنتجها منطقة عامر في الجزائر، يعرضوها هون في احتفال بالسنة الأمازيغية. بطاطتهم غير بطاطتنا، حمراء حمراء. احنا كيف بيج بيج بيج. بس يعيشك. مين طلع طبقة شنو يعملوا بها؟ فقر الدم، نتح الشهية، الذاكرة، مشاكل البروستات، مع الحمل. وهذا هذا صابون، هاك صابون؟ هذا شمع. شمع اوكي. موبيلية هذا يعني. اثيث. اوكي. ليلي هذاك القنديل ولا شي يقولوا له ولا شي ما عرفش. هذا تاع شناو. تاع شناو. فكر في درب جدي قبل. عنده منه كان يذوب هيك بالسبكري. ما هذا مصنوع من السعف. مصنوع من النخله. النخله اوكي. واضح السعف هذاك هو الفخار. اكيد دربوكا ترى 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 القله. اش تقول لها هيك؟ درجه ولا درجه؟ قله. حتى احنا القله. لا القلة مش القلة. 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 الجيري الجيري. جايز هاد مصنوع من العسل، نفسه تقريبا عندنا في تونس. يعني نفس الثقافة تقريبا. الكتاوية اكشلي احنا هلا في منتجع الاحتفال بالسنة الامازيغية مسويينها بلدة عامر بالجزائر عم يحتفلوا بالسنة الامازيغية وبيفرجوا
للناس الثقافة الأمازيغية والصناعات التقليدية اللي بتقدمها وهذا منزل العروسة زمان، وهون تخيلوا هذا هو السرير للعروسة. او ماي جاد، تصور تعاني. لا مش ميعان ونس بكري اكها والله دماغ. وهيك متاع البيبي ام غادي جايز. هذا السفير الفلسطيني شوف كيف كتبولي اسمي باللغة الأمازيغية القبيلية. جايز انتقلنا لمرحلة ثانية، انتقلنا لمنطقة ثانية. كمان عاملين هون احتفال. احنا هلا في بلدية النزلة. فوق الجغرافيا، فوق المسافات، فوق كل هذا، كل ما يجري في منطقتنا من قضايا مختلفة، تصنعون محبة قد لا تكون موجودة في هذا العصر. الجزائر لم تخن أماناتها الوطنية ودفعت ملايين الشهداء، مش مليون ونص، ملايين الشهداء سقطوا من عام 1830 إلى 1962. ملايين الشهداء، كوكبة كبيرة من القيادات سقطت، ليسقط كل قائد ليسلم المشعل إلى قائد يليه. حتى كانت الثورات بدأت تسمى في اسم كل المناطق والبلديات. في كل بلدية هناك مشعل، في كل ولاية هناك اسم، في كل ولاية هناك شهداء. كان لقاء فريق فلسطين مع الفريق الجزائري. من هو الجمهور الذي يطلب فريق ويشجع فريق فلسطين؟ هل حضرت هذه في احد الدول؟ ولكن الشعب الجزائري فعلها حبا لفلسطين والقضيه الفلسطينيه. نحن وصلنا لفندق اسمه التيجاني، رح نتغدى هون. كلهم عم يستعملوا السلالم، الا احنا ما بنستعمل. هون رح نحضر ملتقى الوطني للتطوع، رح تكون زي الكونفرنس يعني مؤتمر، وفي نفس الوقت رح تكون في دورة يعني فورماسيون. واحنا حاملين من عام 1965 الثورة الفلسطينية. هذه الثورة اللي قامت فيها حركة فتح، اللي غطتها الثورة الجزائرية، اللي أعطتها أدبياتها، اللي أعطتها أول سلاح لها، اللي أعطتها أول مكتب لها، اللي أعطتها قرار المستقل، اللي أعطتها منظمة التحرير الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني. وجهوا رسالة لكل العالم في ملعب كرة القدم، وجهوا رسالة عندما إجا ترامب وهذا الرئيس الأمريكي رأى القدس مش إلنا، فكانت الجزائر من أكبر من كل نقاطها تنتفض على هذه المسألة.
Thank you.